صباح الورد يا شباب. صباح الخير. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. الأجواء اليوم جدا رايقة. صباح الورد. اليوم من الجمعة، اليوم رقم 14 في الرحلة، آخر يوم لنا في سلوفينيا، بداية يوم جديد إن شاء الله بإذن الله. بسم الله، نبدأ في الفطور. هذا باقي الصينية اللي أمس نسخنها إن شاء الله بإذن الشباب، وشوي بيض. شاهدت القيمة. هذا عقب أمس؟ الله. دجاج ولا سمك؟ كل شيء. سمك دجاج وتاكله. كيف كيف؟ وش وضع ذيك كبيرة؟ لينا ولا؟ اي لينا. ما شاء الله تبارك الرحمن، وقفة بسيطة داخل الغابة، كان الشلال بسيط هذا. ما شاء الله تبارك الرحمن. وش ذا يسوي؟ طماط. هذا سناك حبيبي. والله. الله يسكر، ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله يا جواد، اي خضار يعبينا من هالماء، مو هي جايه من الجبل على طول. اي هذا ما شاء الله، يعني طبيعي اذا يا ابو عبد الملك ذقته بارد. والله روحت انه هناك تنهي على الحاف، طلع من الثلاجه. ما شاء الله تنهي على الحاف. بارد. تهاوشوا تهاوشوا بس تكوى. انت مو بصوت الهواء. لا اي ما شاء الله، صراحة ما توقعنا انه المنطقة هذه بتكون جبلية بشكل هذا، يعني كنا فاكرين انه بس الجبال في بليد. هو ما سهل. عندنا تري عند ممتاز. سبع يورو ثمن دخول للوادي هذا. وش اسم الوادي يا مشعل؟ لوغر. لوغر. ما شاء الله تبارك الرحمن، كأنها جبال الدولوميت شمال إيطاليا. هذا وادي لوغر، لوغر فالي. دخول السيارة بسبع يورو. الوادي هذا فيه كافي، فيه مطعم، فيه فندق، وفيه شلال، وفيه مسارات للمشي. اقرب يا شباب، اقرب. جينا المطعم نبي شوي سناك، يعني بطاطس، بيتزا، اي شيء بس يسد الجوع. وراك جاي منا يا ياسر، وراك جاي منا. سلمين كبار. للاسف المطعم يقول باقي على العشاء ساعة، يعني ما في شيء يوكل الحين. يعني نطلع زمزمية الشاهي وانت قهوة هنا. سلام، هذا الشاهي معنا جاهز. بسكوت شاهي
فول سوداني. والله طيب يا شباب. ديليشس. طيب. تبي طيب؟ تبي لي اطيب من اللي معك؟ هذا. هذا خلانك. لقينا سياك للاجار الساعة بخمسة يورو. والشلال من هنا خمسة كيلو. يعني ان شاء الله يمدينا على الشلال. ايه هناك الشباب في ناس يمشون وايد. امشي انت زت كار يا ابو سعود. اشطفك فرك اللي ورا. خلني احكها شوي. شور لا شوري عليك ابو جواد. خلني احك شوي. ترى بنزك على العبارة الحين. مستفيدين من السياكل. ها وراكم خمسة. وراكم خمسة. لا بعود. لا معود عشان اصورك. وصلنا نهاية المسار تقريبا. يقول خلاص السياكل ما عاد تخش. لكن شكل الشلال ما في شيء. ما في مويه. والله كديت. ها شعيب الابيض. بسم الله يا نهاية الفلس يا أبو عبد الملك. اي والله. ما شاء الله المنظر اللي فوق أبو عبد الملك. وش تنه؟ والله خيالي. ها؟ خيالي. ما شاء الله تبارك. مع العلم احنا توهنا ما بينه وبينه إلا 500 متر تو بس على الارتفاع. 500 متر بس. يقول ارتفاع بس. أنا أقول إنها أقل شوي. أقل من 500. حول 420. يمكن. أو 21. بالعافيه بالعافيه يا ابو جواد. الله يعافيك. زينك حكيت ليه ما اخذ لك وجبه؟ ما يقولون ما اخذ وجبه سمك وشغل صوب سلط سلط ايوه فيش بس 12 يورو فيها حلا فيها سويت صح؟ اي والله هي ما شاء الله تبارك. بطاطس وسمكه وش ذا؟ هوت لا هذا هوت ما شاء الله اكسترا وان صح حق شوربه سيت هو طالع من المصنع. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك هذا هو موسيقى موسيقى حزينه. شغل موسيقى حزينه موسيقى حزينه شغل شغل موسيقى حزينه شغل اهات ايه ما شاء الله تبارك الرحمن. منظر الغروب على رؤوس الجبال هذه شيء خرافي. خلاص الى الشقه ان شاء الله انتهت جولتنا اليوم. الحمد لله على السلامه يا شباب. الحمد لله على السلامه. مشوار اليوم كان طويل
الجو ما شاء الله بروق وفيها مطار بعد. يلا يا شباب صلاة صلاة صلي يا ابو سعود. توكن على الله. الله. وبكذا وصلنا الى ختام يوم جميل واخر يوم لنا في سلوفينيا. لا تنسونا من دعمكم بالاشتراك واللايك، ومع وجهة جديدة ان شاء الله بكرة، ونشوفكم على خير.